سعيد بن عبد الله بن 70 المحرمي على الصداره، بينما اتابع المركز الثاني وصول وتقدم من الجنوبي، واو هناك ايضا مشاغب محمد بن علي بن سعيد اللي يحافي على المركز الثاني، بينما اتابع المركز الثالث وصول هناك ايضا من مختار نايب بن طالب بن محمد بن علي بن شبيع يتواجد على المركز الثالث، اتابع المركز الرابع، اتابع الاسماء المتقدمه، اتابع الشعارات هنا الذي باحث عن الناموس، باحث عن نقطة ذهبية في عاصمة الميادين، الوصول هناك أيضا من الحسيني، سالم بن علي بن عوي الشامسي يتواجد أيضا مع انطلاقة الحسيني، بينما الوصول من المتحد عبد الإله بن دخيل الله أيضا الجهني وصل هنا في هذا المسار مع انطلاقة المتحد، بينما الوصول من الجانب الأيمن وصل مغادر محمد بن حمد بن محمد العامري هنا بدأ يقاتل على المركز السادس، المركز السابع، الوصول والتحدي من مقصص عبد الله بن محمد بن جمعة أيضا بن جبل على المركز السابع، المركز الثامن وصول هناك أيضا من المتحد، بينما المركز التاسع وصلت الشعارات، بدأت تتقدم الأسماء، هناك مصدع حمود بن سعيد بن مبارك الوهيبي هنا وصل هذا الشعار على المركز التاسع، بينما المركز العاشر هناك ايضا الوصول من الشمالي راشد بن محمد بن هويدن ال اكتبي، هكذا النتيجه للمراكز العشر الاوائل المتقدمه، اعود الى الصداره، عوده الى المقدمه، عوده الى المركز الاول، عوده مع التحدي والاثاره على صداره هذا الشوط، الله الله الله، بدات الاسماء تتقدم، بدات صداره هذا الشوط هنا من ضمن الحسيني يتواجد سالم بن علي بن عوي الشامسي على الصدارة، بينما المركز الثاني أتابع من الجانب الأيمن، أتابع الأسماء، أتابع الأسد طامي بن سالم بن طامي أيضا العامري، المركز الثالث وصول هناك من الشمالي حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي يتواجد في هذه اللحظات في هذا المسار، بينما هنا من الجانب الأيمن يا سلام يا سلام، الأمور تزداد خطورة في هذا الانطلاق مع هذا الكيلو، الكيلو الخطير، الكيلو المثير هنا، بدينا في جولة الأوامر، بدينا في العد التنازلي، لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الشوط؟ والوصول هناك أيضا أعزائي المشاهدين، وصل هناك مشاغب محمد بن علي بن سعيد اليحافي هنا، بدأ ينطلق اليحافي في هذا المسار، بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن وصل هناك ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام الحسيني سالم بن علي بن عوي الشامسي على الصداره من الجانب الايمن، ولكن هنا مبلش محمد بن حمد بن محمد بن سالم وصل في هذا المسار، بينما هناك الوصول من راهي كرامه بن عيضه بن سالم العامري في هذا اللحظات، ولكن ال 500 متر وصل هنا العملاق العناوي مع انطلاقه مشعل ايضا عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، ولكن شعار أبو نواس يتواجد في هذا المسار، يتواجد في هذا الرقص الجميل والمميز، الله الله الله، لمن هذا الناموس؟ لمن هذا الناموس؟ بينما هنا أربعة مراكز في موقع واحد، هناك العملاق العيناوي وصل درب يا أخواني، طريق هنا أيضا لهذا الشعار، عبد الله بن مظفر بن محمد العامري مشغل 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 مشغل، إنتاج المختبر، إنتاج المختبر، واللحظات الأخيرة، سلام يا المسعود سلام، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول المركز الثاني كان من نصيب الحذر احمد بن علي بن محمد بن واصل الكتبي، والمركز الثالث لحظات وصول مشاهدينا متابعينا الكرام اللحام الرقم 21 كان من نصيب راهي كلامه بن عيضه بن سالم العامري، والمركز الرابع هنا ايضا وصل ملفت احمد بن راشد بن غانم المنصوري، والمركز الخامس لحظات وصول هنا ايضا اعزائي المشاهدين الحسيني سالم بن علي بن عوي الشامسي، هكذا النتيجه للمراكز الخمس الاوائل المتقدمه، عوده الى التوقيت الزمني، لحظات وصول مشغل عبد الله بن ظفر بن محمد العامري، ايضا لحظات وصول الى خط النهايه، واهدى ايضا السلامات عبد الله بن ظفر بن محمد العامري، 5 دقائق 58 جزءا يتيما من الثانيه، بينما المركز الثاني ايضا لحظات وصول المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام من انطلاقه الحذر هنا ايضا وصل في هذا المسار ايضا احمد بن علي بن محمد بن واسل الكتبي، والتوقيت الزمني
خمس دقائق 58 وأيضا جزءا يتيما من الثاني نفس التوقيت بينما المركز الثالث لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام والتوقيت الزمني خمس دقائق 59 ست أجزاء من الثانية أيضا تهانينا والناموس لجميع الفائزين.